تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي للمنتسبين لقطاع التربية استجابة لمطالب نقابات القطاع والعمل من خلال هذه الهيئة على تجسيد كافة مطالب الشركاء الاجتماعيين من خلال جمع مقترحاتهم. سيتم تنصيب لجنة تقنية ستعكف على دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين قصد الخروج بنسخة إن شاء الله في هذا خاصة بهذا القانون الخاص، سنحاول العمل بها واعتمادها والذهاب بها إلى المحطات الأخرى لاعتمادها وللحصول وللذهاب إلى قانون خاص جديد لقطاع التربية الوطنية وفق ما أراده السيد الجمهورية لهذا القطاع من رفاه مهني، من ظروف مهنية حسنة، من مسار مهني متزن. القانون الأساسي الخاص يكتسي أهمية بالغة، فهو الذي يضمن حقوق المنتسبين للقطاع ويلبي انشغالاتهم، ليبقى التطبيق على الميدان أهم ما تصر عليه النقابات. نريد لهذا التنصيب أن يأخذ المجرى الحقيقي حتى لا تكون ما لا يكون مصير هذه اللجنة نفس مصير اللجان السابقة التي كانت تشتغل بسنتين ونصف وأكثر من 52 اجتماع ومحضر ولم تفرز شيئا. نريد اليوم من خلال هذا التنصيب أن يكون التنصيب رسميا بقرار وزاري وبأجندة زمنية واضحة المعالم. نريد قانونا أساسيا عادلا بين الأسلاك والأطوار في الترقية والتصنيف والإدماج. لقاءات ثنائية ستباشرها اللجنة التقنية المنصبة مع الشركاء الاجتماعيين لأخذ اقتراحاتهم بهدف الوصول لإعداد قانون أساسي يلقى الإجماع والقبول من جميع الشركاء.